فرحان يا ماهر ان نسجل حاجه نطمن بيها شعب الرب في الزمن الصعب بتاع كورونا ده. مشغول بفكره من سفر دانيال اصحاح 6، دانيال جب الاسود، والقصه كل الناس عارفاها. اولا دانيال كان عنده تقريبا 85 سنه، وتخيل ان زمايله مش لاقين ولا اي عيب ولا اي غلطه فيه. انا وانت لو الناس قعدت تدور لينا على غلطه هتلاقي للصبح، لكن دانيال ولا غلطه. قالوا الراجل ده مفيش غلطه نمسكها عليه الا من جهه الهه. فراحوا للملك وضحكوا على الملك طبعا، وقالوا له ما تصدر فرمان اي حد يطلب اي طلبه من اله او انسان غيرك يترمى في جب الاسود. الملك ما خدش باله لان ما خدوش دانيال معاهم، ومضى الفرمان والكلام ما يرجعش فيه. الامر الغريب نقرا في دانيال 6 وايه 10، يقول لك لما علم دانيال بامضاء الكتابه مش خاف ولا قفل الباب. شوف عمل ايه، يقول لك مضى الى بيته وكواه مفتوحه. يا نهار يا دانيال، انا صدقني يا ماهر اقرا الحاجات دي واتانب جدا. كواه مفتوحه في علياته نحو اورشليم وجث على ركبتيه. يا رب علمنا نسجد قدامك، نركع 85 سنة وراكع. النهاردة شوف بنقول ايه، وبعدين يركع 3 مرات في اليوم وصلى وحمد. حمد يعني راكع قدام الرب، اشكرك اشكرك بكل صلاته. المهم راحوا للملك قالوا ده حصل. الملك اتغاظ جدا ان اتعمل فيه المقلب ده، لكن الكلام ما ينفعش يرجع فيه. خدوا دانيال ارموه في جب الاسود. عارف الملك يقول له ايه وهم رايحين يرموه؟ لاحظ الكلام الجميل، عايز كل مشاهد ياخد باله. في دانيال 6 يقول له كده في ايه 16، بعد ما رموه في جب الاسود يقول له ان الهك الذي تعبده دائما هو ينجيك. الرساله اللي مشغول اقولها لكل واحد بيشوفنا الوقت، هل الناس اللي بره شايفين ان الهنا بينجينا، ولا شايفيننا اليومين دول مرعوبين خايفين؟ عايزين نوصل رسالة اطمئنان للناس. لازم ده يبقى مليان بسلام بطمأنينة من الرب، يقول له إن إلهك، وكأن بيقول له إيه دانيال أنا شايفك طول السنين، إلهك يا عم واقف جنبك، إلهك بيخلصك. عارف عمل إيه؟ الحتة اللي محدش عارفها من الناس لما تقرأ الكتاب، راح بعد ما حطه في جب الأسود يقول لك أتى بحجر ووضع على فم الجب وختمه بخاتمه وخاتم عظماءه. طب ليه؟ ليه جاب حجر كبير الملك وحطه على فم الجب وختمه؟ ختمه يعني زي ما نقول النهاردة شمعه بالشمع الأحمر. ليه؟ عارف ليه؟ لأن كان عنده كل اليقين إن إلهه هينجيه، بس خاف لحسن زمايله دول اللي افتروا عليه يجوا يقتلوه أو ياخدوه يقتلوه. وده واضح في نفس الآية، يقول لك إيه؟ لئلا يتغير القصد في دانيال. شايف الراجل عنده إيمان إن إلهه هينجيه؟ نفس كل مشاهد يقول يا رب خلي الناس حواليا تبقى شايفة إن أنت بتنجيني، مش أنا قلقان وخايف بقول يا ترى هينجيني ولا لا، دي الناس من بره تبقى شايفة إنك إله خلاص. وسط الأتون، أمين أمين. وسط الأتون رب الحنون قال لي هناك وياك هكون، النار ما تقدر تلسع ولا تحرقك ولا تهلكك. أمين. أنا معك أحفظ وصون، افتح عيني عشان أشوف الخير في أصعب الظروف، فاشكر وأسلم وأتكل إني في إيدين حنان رؤوف. أنا لما بصرخ لك عني أرجوك يا رب ارفعها عني، ترفعنا ده فارجع وغني. أمين يا رب. بالح-
الحمد الصبح الدفوف قصد الشكوك يا ملك الملوك ثقتي وإيماني مددوك الخوف ما عادش ليه مكان أنا قلبي مليان بالإيمان ما بيخجل اللي بيطلبوك وافتح عيني عشان أشوف الخير فيها صعب الظروف فاشكر واسلم واتكل اني في ايدين حنان رؤوف وانا لما بصرخ لك عني ارجوك يا رب ارفعها عني ترفعنا انا فارجع واغني بالحمد والصبح الدفوف. حلو قوي. افتح عيني علشان اشوف. ونفسي كل مشاهد دلوقتي يقول يا رب افتح عيني اشوفك حوش الغشاوة اللي على عيني. سيدنا الرب افتح عيون الايمان فينا يا رب علشان نشوف ايدك وهي بترسم ايامنا وحياتنا ان انت الضمان انت الامان. سيدنا الرب اتضرع اليك يا رب ما تخليش عينينا على اللي قدامنا عينينا على الظروف عينينا على الريح والامواج لكن عينينا على ضابط الكل ليك كل المجد امين.